Hi there, I and my buddy Joe English are sending our regards. Today we continue answering a general English test for second year secondary English from a gem booklet. هنحل اختبار عام لغة انجليزية تانية ثانوي من booklet امتحانات gem. طيب هذا الاختبار number five. بيقول السؤال الأول يعني one is key to achieving your goals even in the face of adversity. يبقى إذا determination دي B هي الإجابة الصحيحة determination. الإصرار هو مفتاح تحقيقك لأحلامك. يبقى determination اللي هي B هي الإجابة الصحيحة. الإصرار. طيب number two. Our company's plans include opening new offices in several countries. يبقى expansion plans. يبقى C. خطط التوسع الخاصة بالشركة يعني تشتمل على فتح مكاتب في دول عديدة يبقى expansion plans يبقى C هي الإجابة الصحيحة. طيب نشوف السؤال رقم ثلاثة بيقول the event live on television will allow a wider audience to participate. يبقى D broadcasting the event live إن احنا نصور هذا الإيفنت أو هذا الحدث live يعني مباشر هيبقى يعني يعطي الفرصة لأودينس وايدر أودينس لمشاهدين كتير إن هم يشاركوا معانا. يبقى إذا دي الإجابة الصحيحة اللي هي broadcasting. طيب السؤال رقم أربعة بيقول the non-profit organizations focus on providing aid to disadvantaged communities. يبقى أربعة B يبقى the non-profit organization's missions اللي هي المهمة أو مهمات المنظمات الغير ربحية هي بتركز على إعطاء المساعدة الـ aid to disadvantaged communities اللي هي المجتمعات اللي هي ما فيش عندها مميزات أو إن هي يعني المهمشة زي ما بيقول. يبقى إذا missions B هي الإجابة الصحيحة. طيب السؤال رقم خمسة بيقول the fashion displays the latest trends from top designers. The verb display is the synonym of. كلمة display هي نفس معنى يعرض أو show يوضح أو يعني يوري أو يوضح. يبقى إذا display هي نفس معنى show A. وركز في رأس السؤال هو ساعات بيطلب السينونيم يعني المرادف أو الكلمة اللي لها نفس المعنى وساعات بيطلب العكس أو الضد. هنا طالب المرادف يبقى display هي نفس معنى show اللي هي A. طيب السؤال رقم ستة بيقول as the project manager it is your responsibility to manage the team's workflow effectively. The noun of the verb manage is الناون من الفعل اللي هو manage هو إيه بقى؟ be management الإدارة. يبقى الناون من الفعل manage هي management أو الإدارة be. طيب رقم سبعة بيقول despite his young age his worn out clothes and wrinkled face made him old. بالرغم إن هو سنه صغير لكن ملابسه الرثة والتجاعيد اللي في وشه خليته يبدو وكأنه كبير السن. يبقى look old made him look old. يبقى A الإجابة الصحيحة. كلمة look old يعني يبدو وكأنه كبير في السن. طيب الجملة رقم 8 بيقول the old car was as big as the new one. يبقى almost as big as the new one تقريبا في نفس الحجم. يبقى إذن أو كبيرة كالسيارة الجديدة. يبقى C almost هي الإجابة الصحيحة. طيب number nine بيقول she enough of the toxic work environment and decided to quit her job. يبقى she had enough of. okay يبقى الجملة رقم تسعة ممكن أقول she had enough of يعني اكتفت من بيئة العمل ديت وقررت ان هي يعني تترك هذا او هذه الوظيفة لان هذه البيئة كانت توكسيك يعني مش ملائمة او مسمومة او غير صحية. يبقى she had enough. يبقى B
الإجابة الصحيحة. طيب نمبر 10 بيقول the book was an one filled with suspense and unexpected twists. يبقى the book was an interesting one. يبقى هنا C interesting الإجابة الصحيحة. كان في suspense وكان في أشياء غير متوقعة، يعني كان كتاب مثير وشيق، يعني يبقى C الإجابة الصحيحة. طيب نمبر 11 بيقول the man car was damaged was really sad. يبقى هنا عايزين ضمير ينفع وصل وضمير ملكية في نفس الوقت، يبقى سي اللي هي whose، الرجل اللي سيارته تحطمت كان حزينا، يبقى whose هنا ضمير ملكية وضمير وصل اللي هو سي. طيب السؤال رقم 12 بيقول the award winning author a prestigious literary award for his latest novel. يبقى was given، تم إعطاؤه جائزة ذات قيمة عشان الرواية بتاعته الأخيرة، يبقى was given منح، يبقى B الإجابة الصحيحة. طيب السؤال رقم 13 بيقول science fiction novels are most children enjoy reading. What most children enjoy reading. يبقى D الإجابة الصحيحة، يعني الخيال العلمي أو روايات الخيال العلمي هو ما يفضله أو ما يستمتع به الأطفال، يبقى إذن دي الإجابة الصحيحة. طيب السؤال نمبر 14 بيقول A scholarship to the top performing student in each academic department يبقى will be given، سوف يتم إعطاء منحة دراسية للطالب الأول أو يعني الأول في الترتيب في كل قسم أكاديمي، يبقى will be given هنا مستقبل بس مبني للمجهول اللي هو passive، يعني سيتم إعطاء، يبقى سيتم إعطاء المنحة لأولى الطلاب في كل قسم، يبقى A الإجابة الصحيحة. طيب السؤال number 15 بيقول by the end of the year، وطبعا احنا عارفين by the end of the year ديت علامة من علامات المستقبل التام، يبقى I will have done everything in my power to achieve my goals. يبقى هنا B لأن هي زمن المستقبل التام اللي هو will زائد have زائد التصريف التالي، will plus have plus PP. طيب ننتقل دلوقتي إلى جزء الريدنج، نقرأ مع بعض. Submarines are vehicles that can travel underwater. السبمارين اللي هي الأشياء اللي هي بتمشي تحت الإيه؟ تحت المية، اللي هي بيسموها الغواصات، يعني الغواصة هي مركبة بتسير تحت المياه، أو عايز يقول كده يعني الغواصة مركبة تسير تحت المياه. They are typically used for military purposes such as spying, patrolling, or attacking enemy ships. وتستخدم لأهداف عسكرية زي patrolling، عمل دوريات، و attacking enemy ships، والهجوم على سفن الأعداء. However, submarines can also be used for scientific research or exploration of the deep ocean. يمكن أيضا الغواصات استخدامها لأهداف البحث العلمي وعمل استكشاف للعمق المحيط. Submarines have a unique design that allows them to remain underwater for long periods of time. لها تصميم معين بيخليها قادرة أن هي تبقى تحت المياه لفترات طويلة. They are usually powered by nuclear reactors or diesel engines. يعني اللي بيمدها بالطاقة هي محركات نووية أو محركات من الديزل. Which provide electricity for the onboard systems. وهي اللي بتولد من خلال الكهرباء. They are equipped with air conditioning systems. ويكون فيها تكييف للهواء. That help regulate the temperature. بيحدد درجة الحرارة. Inside the vessel. داخل المركبة أو الغواصة يعني. As well as sophisticated sonar and radar systems. وفي أنظمة رادار وسونار متطورة that allow them to detect other vessels or objects in the water. بيخليهم يكتشفوا أي سفن أخرى أو أي غواصات أخرى أو أي أشياء أخرى تحت الماء. The inside of a submarine is divided into different compartments. في أقسام بتبقى مقسم لها داخل، يعني الغواصة من الداخل مقسمة لعدة أقسام.
Each serving a specific purpose. كل قسم له هدف معين. The control room is where the captain and crew operate the submarine. طبعا الجزء بتاع الكابتن او قائد الغواصه والكرو اللي هو اعضاء الطاقم بتاع الغواصه and monitor its systems من خلال هذا المكان اللي هو control room يعني. Living quarters أماكن الإعاشة بيكون فيها اللي بينام فيها أعضاء الطاقم ويأكلون. Torpedo room غرفة التوربيدو is where the weapons are stored بيبقى داخل فيها أو بيبقوا الأسلحة بتبقى موجودة في هذا الجزء. Submarines are able to submerge by filling ballast tanks with water which causes the vessel to become heavier and sink. يعني الغواصة بتغوص عن طريق ان في اشياء بيملوها بالمية وبتخلي الغواصة تبقى حجمها اتقل فبتغوص لتحت. To resurface عشان تطلع للسطح مرة اخرى. The submarine releases the water from the tanks بتجعل المياه اللي موجود في التنكات ديت يخرج مرة تانية. And bumps air back into the vessel وبتحط مكانه هواء فبتطلع الغواصة لحد السطح مرة أخرى تطفو. Submarines play an important role in military operations. بتلعب دور مهم في العمليات العسكرية as they are able to operate silently and remain undetected by enemy vessels. بيقدروا إن هم ما يقدروش يتم اكتشافهم عن طريق سفن الأعداء. They can also launch torpedoes or missiles from underwater making them a formidable weapon. وممكن هم يعملوا قذائف او توربيدات من تحت الميه فده بيخلي هذه الغواصه سلاح مخيف. طيب نشوف السؤال بقى رقم 16 بيقول at first submarines were used for يبقى military purposes استخدم للاهداف العسكريه يعني الاستخدام الاول ليه. طيب number 17 بيقول The engine submarines is operated by يبقى الانجن بتاع السبمارين دايما بيشتغل عن طريق الديزل يبقى بي. طيب number 18 بيقول A ballast tank in a submarine is used to يبقى بيستخدم في ايه الباللاست تانك زي ما احنا قلنا سي اللي هو be filled with water and submerge the vessel لما التنكات دي يتم ملئها بالماء الوزن بتاع الغواصة بيتقل فبتغوص تحت الماء يبقى C الإجابة الصحيحة. طيب 19 the underlined word formidable in a is a synonym of إيه معنى كلمة formidable هي نفس معنى كلمة massive يعني كبير في الحجم كلمة formidable يعني كبير في الحجم أو massive من أحد المعاني بتاعتها تمام. طيب number 20 ممكن يكون معنى احد معاني formidable مخيف بس هنا formidable بمعنى massive يعني ضخم او كبير. طيب 20 the control room on a submarine is used ها يبقى is used to operate اللي هي بي the submarine and monitor its systems. حجره الكنترول في او حجره التحكم او غرفه التحكم في السبمارين او الغواصه هي الغرفه اللي يتم التحكم من خلالها واجهزه المونيتور ويعني مراقبة الأجهزة الخاصة بالغواصة من خلال هذه الغرفة يبقى بي الإجابة الصحيحة. سؤال 21 بيقول The unique design of submarines التصميم الفريد للغواصات A allows them to remain underwater for long periods of time بيخليهم يبقوا تحت الماء لفترات طويلة. طيب السؤال 22 بيقول What does the pronoun they refer to in the text هنلاقي إن هو They refer to submarines. لو رجعنا للقطعة اللي هو بي. لو رجعنا للقطعة هنلاقي ان هو قال they وبيتكلم على submarines have unique design ومش عارف ايه وبعدين قال they are usually powered by nuclear reactors. يبقى هو زي هنا بتشير الى submarines. طيب نشوف برضو سؤال هو 23 بيقول What is the advantage of submarines in military operations? هنلاقي ان C they can launch torpedoes or missiles from underwater. ميزة الغواصات ان هي ممكن يعني تستخدم التوربيدات او القذائف من تحت المياه يبقى سي الاجابه الصحيحه. ننتقل بقى للترجمه نشوف الترجمه from English to Arabic بيقول preserving the environment requires big international
efforts, so advanced countries must cooperate to reduce carbon emissions. هنلاقي ان ايه هي افضل ترجمه؟ يتطلب الحفاظ على البيئه جهودا دوليه كبيره، لذلك يجب على الدول المتقدمه التعاون للحد من انبعاثات الكربون. هنلاقي ان الجمل الثانيه فيها اخطاء، في مثلا هنا بعامل جهود دوليه صغيره، في حين ان هو قال ايه؟ big international efforts، مترجم كبيره انها صغيره، فبي غلط. سي بيقول يتطلب الحفاظ على البيئه جهود محليه مش دوليه، international معناها دوليه مش محليه، ولذلك سي غلط. دي بيقول يتطلب الحفاظ على البيئه جهود دوليه كبيره، لذلك لا يجب على الدول المتقدمه، هو قال advanced countries must، هو مترجمها هنا لا يجب، يبقى اذا كل الجمل دي غلط ما عدا ايه؟ هي الترجمه الصحيحه. خلي بالنا من الاثبات والنفي، نخلي بالنا في كلمات من الترجمه غلط، نخلي بالنا لو كانت تنس او زمن الجمله مترجم غلط الى اخره. طيب نشوف بقى الترجمه from Arabic to English، هنلاقي التنوع البيولوجي هو المؤشر الرئيسي لصحه النظام البيئي. هذا لأن كل الأنواع في النظام البيئي له دور محدد يلعبه. هنلاقي إن سي هي أفضل إجابة. Biodiversity is the key indicator of the health of an ecosystem. That is because each species in an ecosystem has a specific role to play. ولو بصينا على الجمل الثانية هنلاقي إن في غلط في كلمة أو حرف جر أو التنس زي ما قلنا، فلازم نقرأ الخيارات كلها صح عشان نوصل للإجابة الصحيحة. طبعا بالنسبه للموضوع الاسي رايتنج، هنا طالب عن مميزات وعيوب السوشيال ميديا. احنا كتبنا عن موضوع مشابه للموضوع ده اللي هو عيوب ومميزات الانترنت، ممكن نرجع للفيديوهات السابقه انا شارح بالتفصيل ازاي ان احنا نجد افكار متعلقه بالتوبيك المطلوب مننا، وازاي ان احنا يعني نحول هذه الافكار الى فقرات او باراجرافات عشان نقدر نكتب الموضوع المطلوب وناخد فيه الدرجة النهائية أو الدرجة شبه النهائية. وبعد ما نخلص الكتابة بنعمل مراجعة سريعة على الجرامر والسبيلنج عشان ما ننقصش درجات، فراجعوا الفيديوهات دي للاستفادة وعشان تبدأوا تكتبوا في الأسبوع اللي فاضل، بحيث تبقوا احنا مستعدين لكتابة الاسي في الامتحان. ومع تمنياتنا للتوفيق بالتوفيق للجميع، تابعونا في الفيديوهات القادمة، هنحل أيضا اختبارات عامة لتانية ثانوي.